كريم احمد مراسل قناه الاهلي واللي كان متواجد او اللي موجود دلوقتي في استاد مختار التتش بيتابع تدريبات الفريق عشان لنا ابرز الملامح وايه اللي حصل وايه الكواليس كلها داخل استاد مختار التتش ونقل لنا الصوره لحظه بلحظه. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك الزميل العزيز أمير هشام، تحياتي ليك في البداية وتحياتنا أيضا كمان لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي. أهلا بك كريم، وشك منور عليك، يعني واضح في ملامحك حالة جديدة من التفاؤل والحماس الكبير للمرحلة اللي جاية زينا كلنا يا كريم. بصراحة وحشنا الأهلي ووحشنا كمان أداء الأهلي وبطولاته إن شاء الله في الموسم الجديد. بالتأكيد طبعا يا أمير، يعني مرحلة مهمة جدا وانطلاقة يا رب إن شاء الله بإذن الله يكون موسم سعيد بإنجازات وبطولات كالعادة وتكون فرحة كبيرة لجمهور النادي الأهلي اللي متعطش وكلنا الحقيقة متعطشين إن احنا نكون بنتابع بنين الأخبار كواليس فرقتنا اللي يمكن بقى لنا فترة كبيرة جدا جمهور النادي الأهلي عم يتعود يسمع الأخبار من عندنا يشوف الفريق يتابع التدريبات، فكل الأمور دي يعني الواحد سعيد جدا والحقيقة الواحد متفائل جدا بالحالة اللي متواجدة مع الجهاز الفني مع مستر مارسيل كولر طبعا المدير الفني بطاقم العمل بالكامل. واضح الاشتياق الكبير جدا، واضح معرفة وقيمة النادي الأهلي بشكل كبير جدا. لقطات بسيطة جدا زميلي أمير يعني بتدل إن الراجل عنده اشتياق للتدريبات. يعني هقول لك على حاجة بسيطة جدا قبل ما نتكلم طبعا على التدريب. امبارح يمكن كان في بعض اللقطات كده الراجل كان بيجري في الملعب، يعني يمكن الناس افتكرت إن الراجل بيهرج أو إن الراجل بيجري بالفن، لا الراجل كان بيتكلم بيقول أنا بقالي سنتين ما نزلتش على نجيلة خضراء، ما جريتش على نجيلة خضراء، فعندي يعني عندي إحساس بالانطلاق، فالانطلاقة دي إن شاء الله تكون مع النادي الأهلي، ودي يمكن إشارة مهمة جدا. الراجل بيحاول طبعا بشكل كبير ان هو يسال على كل الامور، الراجل امبارح سال على ارض الملعب على الكشافات على كل الامور على اجهزه الـ طبعا اللي داخل غرف الملابس اللي اشاد بيها بشكل كبير جدا، ويمكن اشادنا بدور مجلس الاداره الكبير ان موفر مجهود كبير جدا بيبذل في كل الاتجاهات، موفر امور كبيره جدا. اي مدير فني بيكون متواجد في النادي الاهلي بيلاقي حاجات يعني ما بيشوفهاش في اي انديه اخرى في افريقيا تحديدا، فالنادي الاهلي قيمته كبيره جدا والراجل عارف اهميه هذا الامر. يعني اقدر اقول لك بعد خلاص الاجتماع جمع الكابتن محمود الخطيب والطاقم بالكامل طبعا الجهاز الفني بالكامل، الراجل توجه الى ملعب مختار التتش اجتمع باللاعبين كجلسه تعارف في البدايه، ودي بتبقى معروفه طبعا زميلي امير اي مدير فني بيكون متواجد بيكون في جلسه تعارف قبل التدريب، يمكن استغرقت اكتر من ساعه وتلت، الراجل بيحاول ان هو يتكلم على الرؤيه يتكلم على الشكل العام مباشره عقب الانتهاء. شفناه بيحط يعني كل طبعا الادوات بايديه بيحاول ان هو يشتغل بايده، ده امر مهم جدا مع طبعا الجهاز المتكامل اللي بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. نادي الاهلي الفتره اللي جايه محتاج يعني يتحقق طموحات كل جمهور النادي الاهلي اللي منتظر ان شاء الله باذن الله مزيد من الانتصارات ومزيد من البطولات، فان شاء الله باذن الله متفائلين، عندنا ثقه كبيره جدا في اختيارات مجلس اداره النادي الاهلي، عندنا ثقه كبيره ايضا كمان في مستر كولر اللي بنتمنى له كل التوفيق، ويا رب ان شاء الله تكون انطلاقه جيده جدا في معسكر فريق النادي الاهلي بيتم تحضيره باذن الله خلال الايام القليله القادمة. الراجل ياخد بقى فرصة كاملة جدا، النادي الأهلي بقاله فترة كبيرة أكتر من 4 أو 5 سنين ما اجتمعش بمدير فني في البداية فترة إعداد في معسكر، فيا رب إن شاء الله بإذن الله يكون معسكر مفيد. وأيضا كمان النهاردة التدريب مش هيقدر يقول الجرعه تدريبيه كبيره جدا، لكن في جديه من الناس في روح كبيره جدا، لعيبه النادي الاهلي استقبلت مستر كولر بشكل يعني يليق بيه الحقيقه، الراجل سي في بتاعه مميز جدا، الراجل روحه كويسه جدا، الراجل بيتكلم في امور يعني بتفرق بشكل كبير مع اللاعبين، فيا رب ان شاء الله باذن الله يكون موسم خير يا امير النهارده باذن الله يكون التدريبه الاولى، ويا رب منها ان شاء الله يكون انتصارات وبطولات كثيره جدا لفريق النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله يا كريم، لكن عايز اعرف يعني تفاعلات الراجل نفسه اثناء المران يا كريم، توجيهاته، مدى الجديه اللي موجود عليه، يمكن انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا امبارح، شافت اللقطات الراجل مثلا بيجري في الملعب بيتحرك فيه روح حلوه من خلاله، فبالتالي ممكن يكون في انطباع مثلا اتنقل بشكل خاطئ للبعض من الجماهير، فانت وضحت الجزئيه دي جزئيه مهمه جدا، فعايزك تنقل لي مدى الجديه اللي موجوده طبعا وتعبيراته وتفاعله مع فقرات المران المختلفه يا كريم. يعني هقدر اقول لك الاجتماع اللي كان مع الجهاز الفني طبعا النهارده انت عارف اول يوم، فنقدر نقول اول خطوه النهارده في الحمل البدني، يعني النهارده خلاص الراجل هيحط البرنامج للتاهيل البدني طبعا والتحضير للموسم. لا يعني الانطباع اللعيبه كمان يا امير يعني واضح جدا القبول والسعاده الكبيره جدا مع الجهاز الفني، الراجل روحه كويسه جدا، الراجل عنده كاريزما، عنده الحضور، عنده ان هو يقدر ازاي يوصل لك من ابتسامه من نظره من كلمه كل الامور دي بالنسبه طبعا للجانب الانساني، لكن احنا منتظرين نشوف الجانب العملي الجانب التدريبي
التدريبي، منتظرين نشوف الفتره القادمه في المعسكر، ده امر مهم جدا. الشكل العام للتدريبات، الراجل هيقيم ازاي؟ الراجل اكيد معاه سي في ومعاه طبعا تقييمات من مستر ريكاردو سواريز طبعا المدير الفني السابق لفريق النادي الاهلي، التقييمات دي هيشتغل عليها بشكل كبير، القياسات، كل الامور دي محتاجين ان احنا نشوفها على ارض الواقع. عشان كده بقول لك المعسكر هيكون معسكر مهم جدا للنادي الاهلي، مهم جدا ايضا كمان لمستر مارسيل كورة المدير الفني، لان هيبين حاجات كتير جدا وهيرسم خريطه الموسم اللي ان شاء الله باذن الله عندنا امل كبير جدا ان الموسم ده النادي الاهلي يحصل على كل البطولات زي ما حققنا قبل كده في مواسم عديده جدا، كل البطولات اللي شاركنا فيها بالجديه وبالحماس وبالتحضير وايضا كمان المجهود الكبير اللي بيبذل من مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب، كل المناخ الطيب ده ان شاء الله باذن الله ينعكس على اللعيبه، يصب في مصلحه النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله الروح اللي احنا شايفينها، الاهتمام الكبير اللي شايفينه مستر كولر ويمكن لمساته البسيطه وادائه مع الجهاز الفني بالكامل، لان الجهاز الفني ليه دور كبير جدا الفتره اللي جايه، عليه دور كبير جدا جدا الفتره اللي جايه مع فريق النادي الاهلي. فان شاء الله متفائلين، عندنا الاحساس ان شاء الله والامل موجود باذن الله ان المرحله القادمه باذن الله تكون انطلاقه جيده النهارده، ويستمر النادي الاهلي باذن الله خلال المرحله القادمه تكون اولى المباريات هي مباراه طبعا منتظرين مباراه المنستيري طبعا او بطل رواندا، لكن ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جيده جدا للجهاز الفني، ومنها يعود النادي الاهلي لسلسله الانتصارات من جديد. زميلي امير، طيب كريم، هل في اي تفاصيل جديده بخصوص معسكر الاهلي ومكانه وموعده بالتحديد، ولا لسه الامور دي لم تحسم بعد؟ يعني خلاص امير، اقدر اقول لك اللحظات الاخيره في التحضير الاخير للمعسكر، هي رتوش بسيطه جدا بتقام طبعا وبيتم تحضير على المعسكر الفريق، لكن حتى الان مش قادرين نتكلم طبعا على المكان على الزمان كل الامور دي، لكن يعني خلاص ممكن اقول لك في خلال 48 ساعه هيتم حسم هذا الامر تماما، لان التحضيرات كلها خلاص احنا كنا منتظرين النهارده المدير الفني يكون متواجد، هيتعرض عليه الامر طبعا بالنسبه للاختيارات الخاصه بالدول اللي يقام عليها المعسكر، فهي رؤيه طبعا هتكون للمدير الفني، ممكن المدير الفني يبقى عايز يعزل بشكل كبير جدا اللعيبه، وده يكون امر مهم جدا، وممكن الامور بالنسبه له تكون عادي، ممكن اي دوله يقدر ان هو يتاقلم فيها بعيدا طبعا عن الطقس والمناخ، لكن كل الامور دي هتتعرض اكيد النهارده وبكره ان شاء الله على مستر مارسيل كولر المدير الفني، ويكون القرار بالنسبه له طبعا بالتنسيق مع مجلس اداره النادي الاهلي، واحنا بنتمنى يكون معسكر جيد، معسكر يستفيد به فريق النادي الاهلي بشكل كبير، 10 ايام ان شاء الله جرعه تدريبيه فيها مباراه وديه، يقف على حاله اللاعبين بشكل كبير، ويا رب ان شاء الله يكون موفق باذن الله في المعسكر اللي بناكد عليه ان شاء الله خلال الايام القادمه يتم الاعلان الرسمي على مكان وزمان وكل الامور الخاصه بمعسكر فريق النادي الاهلي. اخيرا يا كريم، انا عايز استغل تواجدك معانا ويعني قربك الكبير لمران الاهلي الاول مع كولر، البرنامج خلال المرحله اللي جايه او خلال الايام القليله جدا المقبله تم وضعه بشكل كامل، مواعيد التدريب كل هذه الامور ولا لسه برضه؟ يعني لا اقدر اقول لك لسه، حتى الامر يعني هذا الامر لسه لم يعني ما بانش بهذه الصوره امير في النهارده او بكره، لكن في برنامج اكيد موضوع من الكابتن سامي قمصان، البرنامج الاعتيادي للتدريبات المعتاده طبعا 4 عصرا او 5 عصرا، لكن من الواضح ممكن يكون الراجل عنده فكره، عنده رؤيه، محتاج ان هو يدرب في خلال الايام دي فتره صباحيه ممكن فتره مسائيه، فكل الامور ان شاء الله منتظرنا في خلال الايام القادمه، البرنامج التدريبي، الرؤيه، ممكن يكون في اي مباراه بسيطه جدا بين اللاعبين وبعضهم للوقوف بشكل عام على حاله اللاعبين، فكل الامور دي ان شاء الله منتظرينها متفائلين بشكل كبير جدا امير ان شاء الله خلال الايام القادمه. ان شاء الله باذن الله. كريم انا بشكرك.